السلام عليكم ورحمة الله، إذا اليوم مع المفيد في الرياضيات المستوى الخامس ابتدائي الصفحة 69. دونك دائما مع القوى، ندوما تصحح التمرين رقم ثلاثة. إذا إلا اكتشفتوا الفيديو السابق ديال الصفحة 68 راه تكونوا تجاوبوا هنا بسهولة وتصحوا من خلال هذا الفيديو. دونك احسب ذهنيا ثم احيط الجواب المناسب. يعني الفيديوهات راه خاصين بالتصحيح فقط دائما ضروري ديروا محاولة. دونك الجواب المناسب 10 أس اثنان، دونك تعرفنا في الفيديو السابق أن 10 أس اثنان هي 10 في 10 100. مئة هي مئة في مئة يعني جوج أصفار جوج أصفار هي ربعة الأصفار يعني عشرة آلاف عشرة وثلاثة هي عشرة في عشرة في عشرة 10. يعني ألف تخي بيان شوفو ليكزارسيس دونك جيفيكتوي لي زوبيراسيون سيغ مون كايي بوي Donc 13 à la puissance 2, il y a 13 fois 13. Donc, là, on a, rouler, on a Donc euh, 13 à la puissance 2, il y a 13 fois 13. Donc, là, on a à la Donc, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 6, 10, 12, 12, ça est 6 à la puissance 3 il 6 fois 6 fois 6 C'est donc 6 fois 6 36 fois 6 donc 6 fois 6 36 6 fois 3 18 plus 3 21 donc 216 21 à la puissance 2, il y a 21 fois 20, 21. Donc 21 fois 21. Donc on a 21, 2, 4. 1, 4, 4. Donc 441. Très bien. Je le Donc on dit que M. On a 2 à la puissance 3, et il y a 2 qui se battent la 3e fois, ou 3 fois 3, juste la 3 Donc on a 2 fois 2, 4 fois 2, 8, donc 8, 3 fois 3, 6, et on a 9 qui se battent la 3 chez fois. On a 4 fois 4, fois 4, on a 8 fois 8. Donc, il y a 4 fois 4, 16. 16 fois 4, il y a 64. Il y a 8 fois 8, il y a 64. Donc, il y a 1. Très bien, il y a euh, 5 sur 6 à la puissance 2. Il y a 5 sur 6 x 5 sur 6. Il y a 5 sur 6 5, 5 juste le marat. ناقص واحد على تلاتة دونك خمسة في خمسة خمسة وعشرين ستة في ستة ستة وتلاتين دونك نحسبو هادي دونك اه هنا إما نديرو العادية وإما نضربو تلاتة في تناش تعطيني ستة وتلاتين بحال بحال دونك نضربو هنايا في تناش وهنايا في تناش غتولي خمسة وعشرين ناقص 12 هنا 36 36 يعني وحدنا المقامات 3 ضربنا في 12 باش تولي 36 بحال هذا دونك 25 ناقص 12 هي 13 على 36 هو غير قابل للاختزال جيد شوف الستا تاكد من المتساوي التالية بوضع وانجاز العمليتين اذا هنا 66

وخمسين مية واحد وعشرين في ستة وثلاثين دونك مية واحد وعشرين ستة وثلاثين دونك ستة سبعة ثلاثة ستة ثلاثة ستة خمسة ثلاثة أربعة دونك صحاح بجوجو نفس الجواب اذا استنتج إذن هنا استنتج رغم شوف هنا العاملين مختلفين حولناهم القوى اذا يمكن تحويل آه ضرب عاملين مختلفين الى قوة جيد نمشيو للسبعة أحيط أقرب عدد إلى كل قوة إذا أربعة أس اثنان هي ربعتاش في ربعتاش دونك نحسبو ضرب 14 إذا ستة عشر خمسة أربعة واحد ستة تسعة واحد الأقرب هو ميتين إيه. تسعة وخمسون أس اثنان دونك إلا بغينا نديرو ذهنيا نقدرو نديرو حنا ستون أس اثنان ستة في ستة ستة وثلاثين دونك ثلاثة ألاف وستة إذا ثلاثة ألاف وستة هي أقرب لتلات ألاف وخمس نتأكد دونك تسعة ضرب تسعة واحد وثمانون هنا اه خمسة وأربعون ثلاثة وخمسون خمسة في تسعة خمسة وأربعون خمسة وعشرون تسعة وعشرون دونك واحد تمانية أربعة عشر ثلاثة وثمانون دونك كما قلنا هذا هو الأقرب أحد عشر أس تلاتة قد نروح نديروها عشرة عشرة في عشرة في عشرة, 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 عشرة يعني ثلاثة الأصفار يعني ألف إذا ألف وهي أكبر من ألف بمعنى تكون ألف ومئة ولا ألف ومئتان دونك نتأكد عشر ضرب إحدى عشر هي مئة واحد وعشرون مئة واحد وعشرون ضرب إحدى عشر. 1 واحد واثنان واحد واحد اثنان واحد واحد ثلاثة ثلاثة واحد دونك ألف وثلاثمائة وواحد هذا هو الأقرب. آه، ثمانية في الدرسين أربعة و 15 تم تعرف قاعدة حساب مساحة القرص يعني أغ وآس هو الشعاع أس هو المساحة. اذا اس هي الشعاع في الشعاع في 3.14 هذا العدد كيتسمى 3.14 في دونك انتما باقي ما قريتوش مساحه القرص وحددوا الكتابة المختصر لهذه القاعده من بين الكتابات التاليه هنايا لاحظوا آه عندنا الغرض بالتكرار اغ في اغ يعني كتبت كاين الضرب وكاين اغ مكرر مرتين يعني نقدروا نديروا اغ إيه اس 2 اذا اغ اس 2 اما هذه 2 اغ لا بي أوس اثنان هنا بي أوس اثنان كاينه بي وحدة <applause> دونك هنايا بي و إيغ نديرو إيغ أوس أه تسعة دونك أتأكد من صحة المتساويتين التاليتين بوضع وإنجاز العمليات في دفتري و أستنتج إذا هنايا نديرو سبعة آلاف نطرحو منها مئة وتسعة وثلاثون دونك عشرة ناقص تسعة واحد عشرة ناقص أربعة ستة عشرة ناقص خمسة خمسة وسبعة ناقص واحد ستة دابا واحد وثمانون ضرب واحد وثمانون إذا هنا واحد وثمانون ثمانية أربعة وستون واحد ستة عشر خمسة ستة دونك نفس

اثنان ضرب ثلاثة ستة ثلاثة ضرب اثنان ستة تسعة أربعة اثنا عشر عشرة دونك دابا ألف و وعشرون في اثنان وثلاثون لأن أس ثلاثة دونك اثنان في أربعة ثمانية أربعة صفر اثنان ثلاثة في أربعة واحد ستة سبعة صفر ثلاثة ثمانية ستة سبعة اثنان ثلاثة دونك اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية وستون وهذه عطتنا ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألف أو سب اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة واثنان وأربعون إذا استنتج هذه متساوية صحيحة وهذه متساوية

اثنان اذا هذا هو الجواب صحيح جيد دونك نتمنى تكونوا فهمتوا الى هنا انهينا الصفحه 69 من المفيد في الرياضيات المستوى الخامس شكرا والسلام عليكم ورحمه الله